أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية. في الحلقة الماضية اتكلمنا عن استبدال الديون، وعرفنا إن استبدال الديون معناه إن أنا بستبدل ديون قديمة بديون جديدة، وبحدد الطريقة اللي هسدد بيها الديون بتاعتي. في حلقة اليوم هنتكلم عن استهلاك القروض. كلمة استهلاك معناها سداد، استهلاك قروض يعني بسدد قروض. قروض مديون بيها. عندي طريقتين اثنين لسداد القروض او استهلاك القروض. الطريقة الاولى اسمها طريقة الاستهلاكات المتساوية، ودي بتكون من الاصل فقط. الطريقة التانية بتكون بطريقة الاقساط المتساوية، ودي بتكون من الاصل والفوائد معا. دلوقتي هنتكلم عن طريقة استهلاك القروض اللي هي من الاصل فقط. هروح دلوقتي نشوف مثال، ونشوف المثال بيقول ايه ونلخصه مع بعض، وبنحله ونشوف هنحله ازاي. استهلاك القروض معايا اللي هي استهلاك القروض معناها سداد القروض. طريقة استهلاك القروض معانا الطريقة الأولانية اللي هي الاستهلاكات المتساوية. المثال اللي معانا بيقول ايه؟ افترض شخص مبلغ 6000 جنيه، يبقى القرض اللي الراجل افترضه 6000 جنيه. لمدة سنة، الرجل هيسدد القرض على سنة. على أن يسدد بطريقة الاستهلاكات المتساوية، يبقى الرجل في المسألة محدد لي الطريقة اللي أنا هحل بيها، اللي هي طريقة الاستهلاكات المتساوية. ما قالش كده صراحة، لو قال لي من الأصل فقط يعني معناها أن دي برضو طريقة الاستهلاكات المتساوية. معدل الفايدة كام؟ معدل الفايدة 12% سنويا. على أن تدفع الفائدة على الرصيد آخر كل 4 شهور، يعني معناها ان القسط اللي معايا مدته 4 شهور. ايه المطلوب مني؟ بيقول لي من فضلك احسب الاستهلاك المتساوي، وبعد كده صور جدول الايه الاستهلاك. احنا قرينا المساله، هنلخص المساله ونشوف ازاي هنحل. بيقول لي افترض شخص مبلغ 6000 جنيه. هروح دلوقتي المبلغ احنا بنرمزه بالرمز الف كام؟ 6000 جنيه لمدة سنة، يبقى مدة الأقساط سنة، سنة يعني 12 شهر بمعدل 12% سنويا. المعدل برموز له بالرمز عين 12% سنويا. على أن تدفع الفائدة على الرصيد آخر كل 4 شهور، يعني معناها مدة القسط كام؟ 4 شهور. بيقول لي احسب الاستهلاك المتساوي. ازاي بحسب الاستهلاك المتساوي ده يا جماعة؟ قبل ما احسب الاستهلاك المتساوي لابد الاول اروح احسب نون. نون اللي هي عندي عدد الاستهلاكات. نون بحسبها ازاي؟ بقول عندي مدة الاقساط على مدة القسط الواحد. مدة الأقساط عندي كام؟ مدة الأقساط عندي 12 شهر. طبعا الراجل بيدفع القسط كل 4 شهور، يعني هقسم على كام؟ على 4، هيديني 3 أقساط اللي هي عندي عدد الايه الأقساط. بعد كده هروح احسب الاستهلاك المتساوي. الاستهلاك المتساوي ده هو رمز بالرمز كاف ميم. كاف ميم بتساوي القرض اللي هو اللي معايا في المسألة على نون. القرض عندي بكام؟ القرض عندي 6000 جنيه، يبقى هقسم 6000 على 3 هتساوي، يبقى عندي الاستهلاك المتساوي كام؟ 2000 جنيه. احنا كده يا جماعه حسبنا عدد الاستهلاكات وحسبنا الاستهلاك المتساوي، طلع معايا بكام؟ ب 2000. طبعا هو بيقول لي صور جدول الاستهلاك. اروح دلوقتي هصور جدول الاستهلاك. الجدول انا مصوره بشكل جميل ومنظم. الجدول اللي معايا ده اهو بسميه جدول الاستهلاك. الجدول ده يا جماعه كام خانه؟ 6 خانات. ادي خانه 2 3 4 5 6. الخانه الاولى اسمها ايه؟ الخانه الاولى اسمها نون. الخانه الثانيه اسمها رصيد
أول اللي هو الرصيد أول الفترة، الخانة اللي بعدها في هي خانة الفايدة، الخانة اللي بعدها للاستهلاك المتساوي اللي هو كاف مين، الخانة اللي بعدها للقسط، الخانة اللي بعدها لرصيد آخر، رصيد آخر. أنا عندي في الورقة اللي فاتت قلنا عندي عدد الاستهلاكات كام؟ 3. يبقى أنا هنا أقول 1، 2، 3. رصيد أول عبارة عن إيه يا جماعة؟ رصيد الأول هو مبلغ القرض. مبلغ القرض عندي كام؟ مبلغ القرض عندي 6000 جنيه. خلاص؟ إحنا حسبنا الاستهلاك طلع كام؟ الاستهلاك طلع 2000 جنيه. طبعا بما إن دي استهلاكات متساوية فبخلص الخانة، بخلص الخانة بتاع الاستهلاك اللي هو كاف ميم، بكتب أنا عندي كام استهلاك؟ عندي 3. يبقى أقول 2000 2000 2000. قررتها. الراجل في أول الفترة الأولى عليه 6000 جنيه، دفع منهم كام؟ دفع 2000، يبقى باقي كام؟ 4000. رصيد آخر هو نفسه رصيد أول الفترة الثانية، يبقى أنا هنزل هنا بكام؟ 4000. 4000 دفع منهم 2000، يبقى باقي كام؟ يبقى باقي 2000 جنيه. ال 2000 اللي انتهينا بيها بنبتدي بيها 2000، دفع ال 2000 يبقى باقي عليه كام يا جماعه؟ يبقى باقي عليه 0. كده خلصنا من الخانه بتاع الاستهلاك المتساوي. يبقى احنا عملنا ايه؟ بدانا برصيد القرض اللي هو مبلغ القرض، وبعد كده خلصنا من خانه الاستهلاك المتساوي، قلنا 6000 ناقص 2000 الثانيه 4000، انتهيت بيها ابتدي بيها، ناقص الاستهلاك اللي هو 2000، يبقى باقي 2000، انزل بال 2000 تحت، وبعدين اطرح الاستهلاك الاخير بيديني ايه؟ 0. عايزين نروح نحسب خانه فيه. هنحسب خانه فيه ازاي يا شباب؟ فيه بتتحسب ازاي؟ بقول فيه بتساوي رصيد الفتره في عين عالميه في مدة القسط على كام؟ على 12. ليه على 12؟ لان المدة بتبقى بالايه؟ بتبقى بالشهور. طيب تعالوا نحسب فيه واحد. فيه واحد، فيه واحد هتساوي رصيد فيه واحد كام؟ او رصيد القرض في الفترة الاولى 6000، يبقى انا هقول 6000 في المعدل عندي 12 على 100 في مدة القسط عندي 4 شهور، يبقى 4 على كام؟ على 12، هيطلع معايا كام يا جماعة؟ 240 جنيه. تعالوا نحسب فيه 2. هنحسب فيه 2 بنفس القانون، بس رصيد أول هنا أول الفترة الأولى كان 6000، رصيد أول الفترة الثانية 4000، يبقى أنا هنا هقول 4000 في 12 على 100 في 4 على 12 هتساوي كام؟ هتساوي 160 جنيه. طيب حسبنا فيه 1 وفيه 2، هروح احسب فيه 3. فيه 3 بتساوي رصيد الاول للفتره الثالثه كام؟ 2000 جنيه. يبقى انا هقول 2000 في 12 على 100 في مده القسط ما اتغيرش، هو كام برضه؟ هو 4 على كام؟ على 12، هيطلع معايا 80 جنيه. تعالوا كده مع بعض نقفل الخانة بتاع الفه. هنكتب فيها كام؟ اول فيها عندي طلعت 240، يبقى انا هكتب هنا 240. فيه التانية كام؟ 160، يبقى دي 160. فيه التالتة كام؟ 80، ادي 80. خانة القسط دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ هي ناتج جمع الخانتين دول مع بعض، اللي هي فيه ناقص ايه زائد كاف مين، هيديني الخانة دي التالتة. يبقى انا اقول هنا 2000 زائد 240 هتساوي معايا 2240. 2000 زائد 160 هيديني 2160. الخانة اللي بعديها 2000 زائد 80 هيديني 2080. طيب عايزين نجمع بقى خانة فيه. لما اجمع 240 زائد 160 زائد 80 هيديني 480. خانة كاف ميم لما جمعها 2000 و2000 و2000 هيديني 6000 جنيه. خانة الأقساط لما اجمعها
هجمع الاثنين دول مع بعض 6000 زائد 480 هيديني 6480. يبقى اذا مجموع الاقساط بتساوي مجموع الاستهلاكات زائد الايه الفوائد. احنا كده قفلنا الجدول بتاعنا وحسبنا الحاجتين المطلوبين، هو طالب الاستهلاك المتساوي، طلعت الاستهلاك المتساوي 2000 وقال لي صور جدول الاستهلاك، صورنا جدول الاستهلاك. الشيء المهم بقى اللي هيدل على ان حضراتكم فاهمين ولا مش فاهمين، هنطلع حاجات مع بعض. الحاجه الاولانيه ايه؟ الحاجه الاولانيه ان مجموع الاستهلاكات دي كام؟ 6000 جنيه. طب الرقم ده شفناه فين قبل كده؟ واحد هيقول لي الرقم ده اللي هو رصيد اول الفتره اللي هو يعتبر القرض. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسجل ملاحظه، وان شاء الله الملاحظات دي هنسجلها في الورقه اللي جايه على طول، ان رصيد اول الفتره الاولى بيساوي ايه يا جماعه؟ بيساوي القرض. بعد كده ان القرض ده بيساوي مجموع الاستهلاكات مع بعضيها، مجموع الاقساط بتساوي ايه؟ بتساوي القرض زائد مجموع الفوائد. لما نيجي نبص على ال2000 دي اللي رصيد اول الفتره الاولى عباره عن كام؟ عباره عن 2000. طب ال2000 دي شفناها فين قبل كده؟ هي نفسها الاستهلاك الايه المتساوي. تعالوا بقى نسجل الملاحظه دي مع بعض او الملاحظات دي مع بعضها. هروح على الورقه اللي بعدها، هنقول الملاحظه الاولى، هنقول خد بالك خد بالك، يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. قلنا رصيد اول الفتره الاولى، يبقى الملاحظه الاولى بنقول رصيد اول الفتره الاولى بيساوي القرض. الملاحظه الثانيه لما جمعنا خانه الاستهلاك ساوت ايه برضه؟ ساوت القرض. يبقى القرض بيساوي مجموع الاستهلاكات. الملاحظه الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي رصيد اول الفتره الاخيره بيساوي كاف ميم اللي هو الاستهلاك المتساوي. بعد كده رصيد اخر الفتره الاخيره بيساوي صفر. هي دي الملاحظات بتاعتنا. يبقى احنا كده يا جماعه شرحنا طريقه الاستهلاكات المتساويه، وقلنا ان دي من الاصل فقط، وحسبنا الاستهلاك المتساوي وصورنا جدول الايه الاستهلاك. هنروح على الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه قلنا هي طريقه الاقساط المتساويه، واللي بتكون من الاصل والفوائد معا. خلينا نشوف مساله ونشوف هنلخصها ازاي، ونشوف ايه المطلوب، ونشوف هنحسبه ازاي. طبعا احنا قلنا الاقساط المتساويه تكون من الاصل والفوائد معا. المثال اللي معانا بيقول ايه؟ المثال اللي معانا بيقول اقترض تاجر 3000 جنيه، يبقى انا عندي القرض 3000 جنيه من بنك يحسب فائده بسيطه معدلها 12%، يبقى معدل الفائده 12% سنويا، واتفق على السداد باقساط متساويه. هنا بيقول لي باقساط متساويه، بس ده مش كفايه، لازم اشوف من الاصل فقط ولا من الاصل والفوائد معا. بيقول لي من الاصل والفوائد معا، يبقى فعلا دي طريقه الاقساط المتساويه اللي هنحسب بيها القسط بالايه؟ بالطريقه اللي هنقول عليها بعد شويه. من الاصل والفوائد معا، يدفع القسط امتى يا جماعه؟ اخر كل شهر. يبقى الثلاث شهور دي اسمها ايه عندي؟ اسمها مده القسط. والكلام ده هيتم خلال ايه؟ سنه، يعني كام شهر؟ يعني 12 شهر. ايه المطلوب؟ بيقول لك لو سمحت احسب مقدار القسط الايه المتساوي. لما نيجي نلخص المساله بتاعتنا هنقول ايه؟ هو بيقول لي القرض 3000، يبقى الف عندي بكام يا جماعه؟ 3000 جنيه. معدل الفايده 12%، 12% سنوي. بيقول لي يدفع القسط اخر كل 3 شهور، يبقى دي هنلخصها ازاي؟ هنقول مده القسط 3 شهور. بيقول لي خلال سنه، يبقى هنا المده عندي سنة، يعني كلنا عارفين ان السنة كام شهر؟ 12 شهر. يقول لك لو سمحت احسب القسط اللي احنا بنمره بالرمز ايه؟ طه.
هنرجع مع بعض يا جماعة لموضوع الدفعات المتساوية اللي هي الدفعات العادية. احنا قلنا في نوعين من الدفعات، في دفعات فورية ودفعات عادية. الدفعات العادية كنت قبل ما حل اي مسألة لازم احسب ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ كنت بروح احسب نون وبحسب شين وبحسب شين شرطة. نون كنت بحسبها ازاي؟ كنت بقسم مدة الاقساط على مدة القسط اللي هي السنة على ثلاث شهور، بس مش هقسم سنوات على شهور، انا بقسم شهور على شهور. يعني هقسم 12 على كام؟ على 3، هتساوي معايا 4 اقساط. كنت بروح احسب شين في الدفعات العادية، بحسبها ازاي؟ الرقمين اللي انا قسمتهم على بعض بطرحهم من بعض، يعني اقول 12 ناقص 3 هيديني كام؟ هيديني 9 شهور. ودائما وابدا في الدفعات العادية كان شين شرطة بتساوي ايه؟ بتساوي 0. القانون يا جماعة اللي انا هطلع منه قيمة القسط قانون سهل وبسيط واحنا عارفينه، بس محتاج ان احنا هننظم الامور مع بعضنا. القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول لي جملة القرض بتساوي جملة الاقساط. هو ايه جملة القرض ده؟ احنا خدناه في اول الرياضة المالية، خدنا قانون اسمه قانون الجملة المباشر. كنا بنكتبه ازاي؟ كنا بنقول الف افتح قوس واحد زائد عين. طبعا انا عندي هنا المدة اللي هي يا جماعة بالسنوات، فانا اقول عين في نون على مد بتساوي. طب نروح للجزء الخاص بجملة الاقساط، هو نفس قانون جملة الدفعات بس بنشيل دال وبنحط طاء. يعني بنقول ايه؟ بنقول ط في نون زائد ط في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على 12. هو ايه اللي انا عايز احسبه من القانون اللي قدامي ده يا جماعة؟ ما انا لازم اكتبش قانون وخلاص، انا بحسب بكتب القانون ده اهو عشان انا عايز احسب قيمة ط دي. يعني معنى كلامي ان انا هعوض في كل الرموز اللي قدامي فيما عدا طه، اما اوصل لطه بنزل بيها زي ما هي. تعالوا نعوض ونقول تاني. الف عندي بكام فوق؟ الف عندي ب 3000 جنيه، يبقى هشيل الالف وهكتب 3000 جنيه. واحد زائد المعدل عندي كام؟ المعدل عندي 12 في المعدل اهو 12 يا جماعه. في المدة عندي كام؟ المدة عندي سنة، يبقى في واحد على كام؟ على 100 هتساوي، احنا قلنا ط هي اللي مطلوبة، يبقى هكتب ط زي ما هي. في نون عندي، نون حاسبها بكام فوق؟ حاسبها بأربعة زائد ط، قلنا هنكتب ط زي ما هي. في عين المعدل كام؟ المعدل 12، يبقى 12 على 100. في نون، نون عندي بكام؟ نون عندي بأربعة، أربعة على كام؟ على اتنين. في شين زائد شين شرطة، أدي شين بتسعة وشين شرطة بصفر، يبقى كام؟ يبقى 9 على 12. تعالوا نخلص الجزء ده لوحده. 3000 في، هتخلص من الكورس ده أهو برقم هكتبه هنا وبعدين أروح أضربه في 3000. لما نضرب 12 في 1 ب 12 على 100، يبقى 12 من 100 زائد 1 هيديني 1 و12 من 100. طبعا مع حضرتك الآلة الحاسبة وشغال بيها بتضرب 1 في 12 على 100 يساوي زائد 1 يساوي، هيديني 1 و12 من 100. ط في 4، 4 ط زائد ط زي ما هي، هنروح بالآلة الحاسبة هنضرب 12 في 4 في 9 على 2400، هيديني ايه في الآلة الحاسبة؟ هيديني 18 من 100. الكلام ده مضروب في ايه؟ الكلام ده مضروب في ط، يبقى 18 من 100 ط. الخطوه اللي بعدها هضرب 3000 في 1 و12 من 100 هيديني 3360 جنيه، هتساوي 4 ط زائد 18 من 100 ط هيديني 4 علامه 18 من 100 ط. الخطوه الاخيره هعمل ايه؟ الخطوه الاخيره هطلع ط بره، وطالما مكانها كان هنا وطلعتها بره بعمل ايه يا جماعه؟ بقول بتساوي
بقسم اللي قبل علامة التساوي عن بعد علامة التساوي، يعني هقسم 3360 على 4 علامة 18 أساوي، هيديني 803 علامة 83 من 100 جنيه. يبقى احنا كده حسبنا القسط يا جماعة. المسألة اللي معايا كان فيها ايه؟ المسألة اللي معايا كان فيها قرض 3000 جنيه، كان فيها معدل 12%، كان فيها مدة قسط 3 شهور، ومدة الأقساط كانت سنة، وكان مطلوب مني القسط. حضر في ذهني على طول قانونين اتنين استخدمتهم قبل كده، قانون الجملة المباشر وقانون الدفعات. قانون الجملة اللي هو بيقول لي ألف في أفتح قوس واحد زائد عين على 100 في نون. بعد كده قانون الدفعات عندي قلنا هو نفس قانون الدفعات العادية، بس بشيل ده وأحط إيه؟ وأحط طه. قلنا طه في نون زائد طه في عين على 100 في نون على 2 في شين زائد شين شرطة. مشينا في القانون بتاعنا، عوضنا في كل الرموز فيما عدا طه كنت بنزل بيها زي ما هي، لحد ما وصلت لآخر خطوة قلت طه بتساوي، وقسمت اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي، وطلعنا قيمة الايه القسط. هروح على مسألة تانية، وعايز حضرات كل تقولوا لي المسألة دي هل هي طريقة استهلاكات متساوية ولا طريقة أقساط متساوية؟ وطبعا مش هنكون بنحل بنفس البطء، لان خلاص احنا عرفنا ازاي بنحل المسائل دي. هروح على المسألة اللي بعديها، المسألة اللي بعديها بيقول لي اقترض شخص مبلغ 3000 جنيه لمدة سنة، يبقى القرض 3000 لمدة سنة، على أن يسدد بطريقة الاستهلاكات المتساوية من الأصل فقط. أنا عايز حد من أبنائنا الطلبة الشطار يقول لي الطريقة دي طريقة استهلاكات متساوية ولا طريقة أقساط متساوية. برافو عليه ابننا بيقول إن دي طريقة الاستهلاكات المتساوية، لأن الراجل بيقول لي من الأصل فقط. طيب نكمل باقي المسألة. بيقول لي بمعدل 12% سنويا، يبقى معدل 12% سنويا على أن تدفع الفائدة على الرصيد آخر كل 4 شهور، يبقى الكلام ده لمدة سنة، وطبعا القسط بتاعي بيتسدد كل 4 شهور. مطلوب مني أحسب الاستهلاك المتساوي وأصور جدول الإيه؟ الاستهلاك. هنروح نلخص مسألتنا. أنا عندي القرض عندي اللي هو ألف ب 3000 جنيه. المعدل عندي 12% يبقى عين 12% سنويا. بيقول لي على أن تدفع الفائدة على الرصيد آخر كل 4 شهور، يبقى مدة القسط 4 شهور. طبعا المدة كلها أو مدة الأقساط سنة، يعني 12 شهر. تمام كده، مطلوب إن احنا نحسب كاف مين ونصور الايه ونصور الجدول بتاعنا. قلنا يا جماعة قبل ما بنحسب الاستهلاك المتساوي بنحسب ايه؟ بنحسب نون. نون اللي هي عدد الاستهلاكات. بحسبها ازاي؟ بقسم مدة الاقساط على مدة القسط. مدة الاقساط عندي كام؟ مدة الاقساط عندي سنة، يعني 12 شهر على كام؟ على 4 هتساوي 3 اقساط. بعدين نروح نحسب الاستهلاك المتساوي. الاستهلاك المتساوي يساوي القرض على عدد الاقساط. على ايه؟ على نون. القرض عندي كان فوق ب 3000 جنيه على عدد الاقساط 3، يبقى القسط الواحد كام؟ 1000 جنيه. برافو عليكم. يبقى انا حسبت نون اللي هي عدد الاقساط 3، وحسبت كاف مين طلع عندي بكام؟ ب 1000 جنيه. المطلوب الثاني بيقول لي صور جدول الاستهلاك. هنروح نصور جدول الاستهلاك بتاعنا. انا مصوره جاهز بشكل منظم. قلنا الجدول ده بنسميه ايه يا شباب؟ بنسميه جدول الاستهلاك. قلنا الجدول ده مكون من كام خانه؟ 1 2 3 4 5 6. اول خانه نون، ثاني خانه رصيد اول اللي هو اول الفتره، الخانه اللي بعديها ف اللي هي الفايده، الخانة اللي بعديها كاف مين الاستهلاك المتساوي، الخانة اللي بعديها القسط، زي ما قلنا رصيد اول، هنا بتقول رصيد اخر. انا عندي كام استهلاك يا جماعة او كام قسط عندي؟ 3. يبقى 1 2 3.
اول رقم ببتدي بيه اللي هو القرض. القرض عندي احنا قرينا من شويه قال لي 3000 جنيه. الاستهلاك المتساوي اللي طلعناه احنا اتفقنا بنخلص الخانه دي. الاستهلاك عندي 1000 جنيه ادي 1000 1000 1000. الراجل عليه 3000 سدد 1000 يبقى باقي كام؟ 2000. اللي بنبتدي بيه يبقى انا هكتب هنا 2000 ناقص 1000 هيديني 1000. انتهيت ال 1000 هبتدي بال 1000. هنطرح 1000 من 1000 هيديني كام؟ هيديني 0. خلصت الخانه بتاع الاستهلاك المتساوي. هروح احسب او اخلص الخانه بتاع الفايده. احنا قلنا فيه بتساوي ايه يا جماعه؟ فيه بتساوي رصيد اول اللي هو اول الفتره في المعده العالميه في مده القسط على كام؟ على 12. ها هنقول هنا فيه واحد. الرصيد بتاع فيه واحد كام؟ 3000. يبقى انا اقول 3000 في المعدل عندي 12 على 100 في مدة القسط عندي كام يا جماعة؟ 4 على 12 هيساوي 120 جنيه. هروح نحسب فيه 2، فيه 2 بتساوي هروح اخد رصيد اول الفترة الثانية 2000 في المعدل عندي 12 على 100 في المدة عندي 4 على 12 هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي 80 جنيه. هروح احسب فيه 3، فيه 3 بتساوي رصيد اول الفترة الثالثة كام؟ 1000 جنيه. يبقى دي 1000 في 12 على 100 في المعدل عندي كام؟ 4 على 12 هتساوي هيديني 40 جنيه. انا كده حسبت فايدة الفترة الاولى وفايدة الفترة الثانية وفترة الفايدة الثالثة. هنروح نعدي الجدول بتاعنا. هنكتب هنا كام؟ نكتب بلون تاني 120 120 80 40. قلنا الخانة دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ ناتج جمع الايه؟ الخانتين دول مع بعض. 1000 زائد 120 هيديني 1120، 1000 زائد 80 هيديني 1080، 1000 زائد 40 هيديني 1040. اجمع الخانه بتاعتي 120 و80 200 زائد 40 يديني 240. هجمع الاستهلاكات المتساويه هتديني 3000 جنيه. هجمع الخانه دي مع بعضها من غير ما اقعد اعمل الارقام دي. انا عارف ان الخانه دي ناتج جمع الاثنين دول مع بعض هيديني 3240 جنيه. كده خلصنا الجدول بتاعنا ونشوف ملاحظاتنا اللي احنا قلنا عليها قبل كده. احنا قلنا يا جماعه رصيد اول بيساوي القرض، رصيد اول ب 3000 جنيه. قلنا رصيد اول الفتره الاخيره بيساوي الاستهلاك المتساوي، فعلا بيساوي الاستهلاك المتساوي. مجموع خانه الاستهلاك المتساوي بتديني قيمه القرض. يبقى انا عندي لما جمعت طلعت معايا 3000 جنيه. بعد كده قلنا رصيد اخر الفتره الاخيره بيساوي صفر لان الراجل كده بيكون سدد كل اللي عليه. قلنا مجموع الخانه بتاع القسط بيديني مجموع الاقساط. ومجموع الاقساط دي بحسبها ازاي يا جماعه؟ بجمع مجموع الخانه بتاع الاستهلاك المتساوي مع مجموع الفوائد يديني مجموع الايه؟ الاقساط. والنهارده احنا شرحنا درس استهلاك القروض وقلنا ان في عندنا طريقتين. في طريقه اسمها الاستهلاكات المتساويه ودي بتكون من الاصل فقط، وفي طريقه اسمها الاقساط المتساويه ودي بتكون من الاصل والايه والفوائد. في طريقه الاستهلاكات المتساويه دايما بيطلب مني حاجتين اثنين، بيطلب مني الاستهلاك المتساوي، بيطلب مني تصوير جدول الاستهلاك، وبعدين بيكون لمده قصيره او لفترات قليله يعني ثلاث فترات او اربع فترات. بالنسبه للاقساط المتساويه اللي هي من الاصل والفوائد معا بيطلب مني قيمه القسط. واحنا قلنا قيمه القسط بحسبه ازاي يا جماعه؟ عندي جمله القرض بتساوي جمله الاقساط. ده اما اجي اعوض في قانون جمله القرض بفتكر قانون الجمله المباشر اللي انا درسته في اول السنه في الفايده البسيطه. لما اجي اعوض في قانون جمله الاقساط بفتكر قانون جمله الدفعات اللي هو بيقول لي د في ن زائد د في ع على 100 في ن على 2 في ش زائد ش شرط على 12. بس بدل ما بكتب د بكتب ط، يعني ط في ن زائد ط في ع على 100 في ن على 2 في ش زائد ش شرط على 12. بعوض في كل الرموز فيما عدا ط.
بتني ماشي في التعويض في القانون، وبعد كده بخرج طه بره وبقسم اللي قبل علامه التساوي على اللي بعد علامه الايه التساوي. اتمنى ان احنا النهارده نكون فهمنا درسنا وعرفنا عن ايه استهلاكات متساويه واستهلاك القروض يعني سداد القروض. وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم عن شراء وبيع العملات الاجنبيه، وشراء وبيع العملات الاجنبيه ده موضوع مهم وانت بتحتاجه في الحياه العمليه. بتروح لشركه صرافه او بنك او بتاع بتبدل العمله المحليه بعمله اجنبيه او العكس صحيح، او بيبقى مطلوب منك تعرف سعر الصرف. فان شاء الله تكون النهارده استفدنا، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. اشكركم على حسن المتابعه واشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.